تحياتي لك وللمشاهدين الكرام. يعني مع الأسف دائما دائما في لعبة الأمم تدفع الشعوب والمجتمعات وخاصة الأقليات فيها ثمنا في حال كانت هناك تحركات للمطالبة بالحقوق الوطنية أو الاستقلال الذاتي. هذا في الحقيقة يدل على أن أمام هكذا محطات صعبة ضمن موزاييك أي دولة، يجب أن تكون هناك سيطرة للحكمة والتبصر وليس للعواطف، أي أن الحركة التي بدأت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي لإعلان جمهورية ناغورني كاراباخ، يعني المراقب الحيادي لهذه الدولة بين المزدوجين لم تكن تتوفر فيها شروط الاستمرارية، لأن هذه الدولة أو مشروع الدولة موجودة داخل مساحة جغرافية هي أذربيجان التي تبلغ مساحتها ما يزيد عن 85,000 كيلومتر، في حين أن هذه الجمهورية الوليدة مساحتها 3,200 كيلومتر. بالمقابل هناك بحر من الديموغرافيا الأذرية إذا صح التعبير مقابل 120,000 أرمني فقط في أذربيجان، رغم أن داخل في ناغورني كاراباخ، داخل ناغورني كاراباخ أيضا هناك كانت الأذريين يمثلون 25%. فإذا الظروف الموضوعية وشروط تكوين دولة أعتقد أنها دفعت أن ناغورني كاراباخ والأرمن والمجتمع الأرمني دفع ثمنا لتجاذبات ولعبة الأمم والتبدلات. يعني التقارب الأرميني مع الولايات المتحدة جعلت من موقف روسيا التي كانت هي الضامن لأرمينيا، وبعد أن انفجرت الأوضاع الأوكرانية أدى هذا الانحياز الأرمني لجانب الولايات المتحدة ومحاولة كما كانوا يلوحون الدخول إلى الحلف الأطلسي، جعل من روسيا من بوتين أن يتخذ موقفا حاسما برفع الغطاء والحصانة عن ناغورني كاراباخ، وأعطى الضوء الأخضر للأزريين باجتياحها على أن يتم تأمين الحياة والشروط المدنية. نعم. للمواطنين الأرمن. نعم الدكتور، حضرتك تقصد أن تناغم المصالح طبعا هي التي ذهب ضحيتها الأرمن وكانوا كبش فدا لهذه المصالح. نتحدث عن دور تركيا، يعني اليوم كانت هناك زيارة للرئيس التركي رجب أردوغان لإقليم ناخيتشيفان، التقى خلاله الرئيس الأذربيجاني، وكان هناك مؤتمر صحفي أشاد خلال المؤتمر الرئيس الأذربيجاني بالدعم التركي. دلالات هذا اللقاء وفي هذا التوقيت؟ هذا يدل كما أشرت أنه في لعبة الأمم تضيع مصالح المجتمعات الصغيرة، خاصة إذا كانت هناك سوء تقدير لموازين القوى الإقليمية المحيطة في أي حركة استقلالية كان منوي القيام بها. فدفعت الإقليم ناغورني كاراباخ ثمنا كان ممكن أن تحصل التسوية السياسية على البارد كما يقال، وهكذا لا يعود هناك رابح أو ومهزوم، وإنما كانت هناك تسوية سياسية ممكنة. ولا شك أن الدور الأساسي الذي عدل من موازين القوى
داخل هذا الإقليم هو الدعم التركي، وخاصة إغراق أذربيجان بمسيرات بيرقدار العالية التقنية التي حسمت المعركة في 2022، وكانت هزيمة مدوية للجيش الأرمني، لأنه دفع حوالي ثمانية بين الثمانية والعشرة آلاف جندي مقابل 4000 جندي أزري، أي أنها كانت معركة دموية، ولكن استطاع الأزريون بحسمها واحتلال معظم أو استرداد معظم الأراضي التي كان يسيطر عليها الجيش الأرمني بعد تدخلهم لدعم إقليم ناغورني كاراباخ، ثم اجتاح قسم كبير من الإقليم. فبالتالي طبعا هذا كان من الطبيعي أن يلتقي الرئيس التركي مع الرئيس الأزري لتتويج هذا الانتصار، وهذا يعتبر يصب في مصلحة الرئيس التركي لتعزيز وضعه الداخلي الذي كان متأرجحا قبيل الانتخابات النيابية الرئاسية والتي أدت إلى تراجع. أنا بتقديري أن هذا الانتصار أو هذا المكسب الكبير لأذربيجان بتحالفها مع تركيا سيعزز النزعة القومية داخل تركيا، لأن الأزريين ينتمون أساسا إلى الأتراك، وبالتالي مصالح تتحققت مصالح الطرفين. هذا ناهيك عن القدرات والإمكانيات الاقتصادية الهائلة لأذربيجان التي يمكن أن تساعد تركيا في أزمتها الاقتصادية. أشكرك جزيل الشكر لكل هذه الإيضاحات والمعلومات. الدكتور نزيه الخياط، باحث في الشؤون الجيوسياسية والتنمية، كنت معنا من كندا.